ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام. دكتور سيد، يعني بعد التحية، علاقات متميزة واستراتيجية ممتدة تجمع مصر وجيبوتي، كيف تقرأ زيارة الرئيس الجيبوتي اليوم للقاهرة؟ يعني في الواقع أن زيارة الرئيس إسماعيل عمر جيلة ولقائه بشقيقه فخامة الرئيس السيسي هي تأتي في سياق التطور الكبير والطفرة المهمة التي شهدتها العلاقات المصرية الجيبوتية خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست على مسار التعاون الثنائي في تطور العلاقات الاقتصادية، والتي يعني تبلغ الآن ما يقارب 90 مليون دولار، أو على مستوى العلاقات السياسية والتنسيق والتشاور المستمر بينهما في مواجهة تحديات مختلفة، إضافة إلى مسار القضايا الإقليمية والتعاون في إطار أن جيبوتي تمثل أهمية كبيرة حقيقية للاستراتيجية المصرية، خاصة أن جيبوتي تمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر عبر باب المندب، كما أن مصر تمثل البوابة الشمالية أو المدخل الشمالي للبحر الأحمر عبر قناة السويس، وهو ما يؤكد أهمية التعاون الاستراتيجي في مواجهة تحديات مثل التأمين وحماية الملاحة في البحر الأحمر، مواجهة تحديات مثل القرصنة وغيرها من التهديدات. وبالتالي هذه الزيارة تأتي في سياق التوافر الإرادة السياسية، وبعد يعني أقل من عام على زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي العام الماضي، والتي وضعت أساسا راسخا وقويا لتطوير هذه العلاقات على كل المستويات الحقيقية. هناك تشابه كبير وهناك علاقات تاريخية تجمع بين الدولتين، هناك أيضا خواصم مشتركة، وهناك أيضا مستقبل واعد للفرص التي يمكن توظيفها في إطار تطوير العلاقات والتعاون المشترك في مجال الاستثمارات. يعني اليوم تم إبرام عدد من الاتفاقات المهمة مثل إنشاء فرع للبنك المصري في جيبوتي، نعم يمثل أهمية كبيرة أيضا في يعني زيادة الاستثمار المشترك والمستثمرين ورجال الأعمال. تم إنشاء أيضا إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، تم تسيير خط الطيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي، أيضا هناك آلية التشاور السياسي بين وزارة الخارجية المصرية والجيبوتية، بما يعكس أن هذه العلاقات الحقيقية تمثل محور مهم في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة يعني تواجه تحديات وصعوبات فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة شرق أفريقيا أو فيما يتعلق من بؤر التوتر. كيف يمكن أن نعزز ذلك دكتور أحمد، التعاون والتنسيق في ملفات سياسية متعددة في تلك المنطقة؟ نحن نتحدث عن منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة يعني بالغة الحساسية لأطراف إقليمية عديدة. نعم، هذه نقطة مهمة، لأن حقيقة هناك تحديات كثيرة وكبيرة في هذه المنطقة، لأن من مصلحة مصر وجيبوتي أن هناك استقرار إقليمي في هذه المنطقة كحماية الأمن البحر الأحمر، أيضا تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار. الواقع أن مصر تتبع منهج يعني واضح، وهو يعني إشاعة مناخ التعاون والازدهار في منطقة القرن الأفريقي، في منطقة صعود وادي النيل. هناك تحديات كثيرة، أعتقد هناك يعني نقول يعني توافق، تطابق حقيقة في المواقف والرؤى بين مصر وجيبوتي في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. يلعب الأزهر الشريف كما أشار الرئيس السيسي دورا مهما في تأهيل الدعاء وفي كقوة ناعمة لمصر حقيقة في الدول الأفريقية، ومنها بالطبع الجيبوتي. هناك أيضا مجالات متعددة حقيقية. لكن يعني هناك تعاون على كافة الأصعدة والمستويات بين مصر وجيبوتي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام.